فنيا الآن، ومن تنظيم مؤسسة فنون وثقافة تحتضن قاعة محمد راسم معرضا للوحات تشكيلية ل24 فنانا من مختلف ربوع الوطن. معرض جمع أطياف الفن التشكيلي الجزائري بكل تراثه وتنوعه، أو بكل ثرائه وتنوعه، يقول فرحات جلاب. اتسعت قاعة محمد راسم لكم كبير من الألوان والأضواء والأطياف والأشكال، فكان اللقاء معرض جماعي. على كل حال جماعي، كاين واحد 24 فنانين، كاين كاع الاجيال، صديق تاع السبعينات الثمانينات، ساعات كاين بوندي، كاين نساء رجال، كاين لي جون، كاين بعض ديفيرون كورون، صدير كاع المذاهب، ولكن اصلا كاع الجزائر. لقاء برر الاختلاف الصارخ في انحناء الريشة وإبحارها في مدارس وتقنيات ومذاهب وطرق للتجريب الفني عند الأجيال المختلفة. المعرض الجماعي يتميز ب يعني تنوع في, 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 في الأعمال التشكيلية، كما نلاحظ كذلك تنوع في الخامات المستعملة من طرف الفنانين، أو التقنية أو الألوان، أو حتى فلسفة اللوحة، يعني كل لوحة تحمل فلسفة أو موضوع يختلف عن الموضوع الآخر اللي عندي فنان آخر، وهنا تكمن الجمالية في المعارض الجماعية. بين لي زونسيان كيما حنا الشيوخ هذوما في الميدان هذا، ودي نوفو دي جون هذوما، دي جون اللي قريناهم حنا ديجا، كاين بعض منهم اللي قريناهم اليوم هنايا. حاجة هايلة، هذا هو الهدف. يزاحم الوضوح الواقعي الغموض السوريالي والتجريد والانطباعية. هنا ينطق الانسجام بالتناسق بالفهم الواضح الغامض، فترى إحياء التراث والفهم البسيط للحياة بكل السذاجة الممكنة أو بكل الغموض الظاهر. هنا ممالك لانفجار شلالات الألوان وطغيان الأضواء. هنا تنوع الفن الجزائري.